معكم مشاهدينا قبل الفاصل كنا حضرنا طبق الدجاج مع البطاطس مع الصلصة وحطيناه بالفرن، أما هلا رح ننتقل لتحضير سلطة ورح نستعمل اليوم الفريك بالسلطة، وأكيد رح نحكي شوي عن فوائده ورح نحط مع الفريك الرمان. قبل ما أعطيكم المقادير ونبلش بالتحضير، عم بيوصل كتير أسئلة على صفحة فيسبوك، وبتمنى أنتم كمان لما تتابعوني إذا حابين تسألوني أي سؤال أو تتصلوا فيي مباشرة على الهواء أو تسألوني الأسئلة اللي بدكم إياها وتتواصلوا معي من عبر صفحة فيسبوك اللي عم تقطع قدامكم على الشاشة. خلوني أخذ سؤال من الأسئلة اللي وصلت لي. في عندي مروان عم يسألني، هو في مرض بوقف الحرق بسبب رجيم غلط وده إيه العلاج بتاعه؟ يا مروان السؤال مش يعني في شيء منه صح ومنه شيء في شيء منه مزبوط. سبب رجيم، يعني الرجيم ممكن إذا أنت عامل رجيم غلط ممكن الرجيم ده يوقف لك الحرق ويخفف لك الحرق. ليه؟ الرجيم الغلط لما انت ما تكون عم تخسر دهون، تكون عم تخسر كتلة العضلية من جسمك وتكون عم تخسر المي من جسمك. بهيدا الوضع نحن عادة اللي بيعلي نسبة الحرق بجسمنا هو العضل، عشان هيك بنقول نعمل رياضة نزيد الكتلة العضلية حتى جسمنا يصير يحرق أكتر. فإذا أنت عم تعمل رجيم غلط وعم تخسر عضل طبعا نسبة الحرق عندك رح تخف ورح تكون قليلة كتير. هلأ مش مرض هو، يعني عم تسألني هو في مرض بيوقف؟ لا مش مرض اللي بيوقف. إذا عملت رجيم ما رح يصير عندك مرض وقف الحرق، رح يصير بجسمك عندك حالة اللي هي إنه جسمك ما بقى عم يحرق مثل الأول. في مرض لحاله ممكن إذا عندك، يعني إذا عندك مشكلة بالغدة الدرقية، ممكن إذا عندك كسل بالغدة الدرقية هيدا اسمه مرض. هون ساعتها ما بيعود يكون عندك نسبة الحرق عندك قليلة. طبعا لازم تلاقي العلاج المناسب، لازم تشوف الطبيب المختص ويعطيك العلاج، وساعتها بتتحسن نسبة الحرق عندك وبترجع بتخسر وزن. إنما من وراء رجيم معين بصير عندك حق، إذا هالرجيم المعين منه صحي منه منيح خسرت منه كتلة العضلية، كنت عم تخس كتير بسرعة، عم تخسر مي وعضل، هون بتكون أكيد هيدا الرجيم رح يخليك نسبة الحرق عندك تصير قليلة. فدايما مشان هيك بقول جربوا قد ما فيكم، ما تجيبوا أنواع دايت أو رجيمات عن الإنترنت. مش إذا أنا لقيت إنه صاحبتي أو جارتي مع ورقة مكتوب عليها دايت ممكن أخذها أعملها هي زيتها، هيدا الشيء غلط. كل إنسان عنده جسم معين وعنده مشاكل معينة وعنده أشياء بتختص فيه، كل إنسان لحاله بده يروح يشوف اختصاصي تغذية ويتابع رجيم أو دايت مختص فيه، أو هو مع حاله ممكن يحول يصير نمط حياته صحي من دون ما يكون عم بيتابع رجيم مختص. وهل نمط الحياة الصحي، يعني لما أقول نمط حياة صحي يعني بدنا نبتعد عن الأشياء المحمرة، بدنا ناكل خضار كتير فاكهة كتير، نبتعد عن الحلويات كتير، نعمل شوية رياضة أو نحرك أكتر نمشي أكتر، لما نغير شوية عادات سيئة بحياتنا اليومية هي كفيلة إنه إذا عنا وزن زايد تخليه ينزل، وإذا عنا وزن مثالي نخلينا نحافظ عليه. فانتبهوا من هالرجيمات اللي هي منا صحية أبدا. أما هلأ رح ننتقل لتحضير السلطة، بس قبل خلينا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكوب فريك مسلوق، كوب رمان مفصص، كوب جبنة حلوم مقطعة مكعبات، كوب ورق نعنع، كوب كابوتشي، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 2 ملعقة كبيرة ليمون، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود. لكن هيدي هي المقادير. مثل ما ملاحظين اليوم رح استعمل الفريك بالسلطة ورح استعمل الرمان. شو هي فوائد الفريك وشو بيختلف الفريك عن باقي الحبوب او عن باقي النشويات؟ طبعا الفريك هو فينا نعتبره بين الاثنين، يعني حبوب ونشويات، بيحتوي على نسبة نشويات وبيحتوي اكثر من النشويات الثانية، يعني اكثر من الخبز والمكرونة والرز، بيحتوي على نسبة بروتينات عالية، وهي البروتينات صحية كتير ومفيدة. وطبعا البروتينات هي السبب الرئيسي انه نحن نشبع لما نكون عم ناكل. من اكثر الاسباب اللي بتضايقنا لما ناخد نشويات ان كان رز او مكرونة بنحس على طول انه ما شبعنا كتير. ليه؟ لانه ما بتحتوي على بروتينات عالية، تحتوي على جرامات قليلة من البروتينات المعكرونة
المكرونه والرز، اما الفريك بيحتوي على نسبه بروتينات عاليه، كما انه الفريك بيحتوي على نسبه الياف غذائيه عاليه كمان منا موجوده ولا بالرز ولا بالمكرونه ولا بالعيش الابيض. فهالالياف الغذائيه كثير مفيده للاشخاص اللي عندهم مرض السكر، طبعا بتخلي نسبه السكر بالدم ما يعلى، للاشخاص اللي عندهم مرض الكوليسترول بالدم بتخلي كمان نسبه الكوليسترول يبقى قليل، لانه الالياف الغذائيه بتحمي من ارتفاع الكوليسترول بالدم وبتحمي كمان من امراض السرطان خاصه سرطان الكولون. يعني لما ناخذ الياف غذائيه عاليه بنكون عم نحمي الكولون تبعنا من مرض السرطان. هيدي فوائد الفريك. اما عن فوائد الرمان، طبعا هلا بلشت لاقي الرمان بالسوق. الرمان من كمان من اكثر الفواكه الصحيه نسبه او نظرا انه لونه احمر. لما نقول اللون الاحمر بالفواكه او بالخضار دغري بنقول مضادات للاكسده، ومضادات للاكسده كمان كثير مفيده وكثير بتحمي البشره، بتحمي شرايين القلب من تصلب الشرايين، وبتحمي كمان من امراض السرطان عامه. نسبة السكر بالرمان معتدلة، يعني كوب، هذا الكوب اللي عم بستعمله هلا هو يعتبر حصة رمان او حصة فواكه من الرمان اللي هي بتحتوي تقريبا على 100 وحدة حرارية. لكن رح احط كل المقادير مع بعض. النعناع المفروم، سلطة كتير فريش خاصة هلا بايام الحر، فيها جبنه، يعني فيها مصدرين بروتين، تعتبر سلطه متكامله وفيها تكون وجبه متكامله خاصه اذا حابين ناكل وجبه عشاء، او اذا حابين تكون وجبه العشاء خفيفه، او اذا حابين مثلا ناخذ وجبه معنا على الشغل وبدنا ناخذ طبق ما بيبوظ، فينا ناخذ هيدي السلطه اللي بتحتوي على نشويات، على بروتينات، على الجبنه اللي فيها بتحتوي على كالسيوم، يعني تقريبا وجبه متكامله. رح احط الليمون والزيت، راح احط الفلفل والملح، وراح اخلطهم مع بعضهم. وهيك بتكون سلطة الفريك صارت جاهزة، سلطة صحية تحتوي على معظم العناصر الغذائية، نشويات، بروتينات، خضار وفواكه. وهلا خلينا نحطها بطبق تقديم. وهيك سلطة بتكون صارت جاهزة للتقديم. خلونا قبل ما نطلع بريك ارجع شوف الأسئلة اللي واصلة على الصفحة. في عندي ايمي عم تسألني ايه أحسن حاجة تتاخد الصبح قبل تمارين الايروبكس العادي مش تمارين الحديد وبعدها أكل ايه؟ شوفي يا ايمي، طالما عم تعملي تمارين ايروبكس عادي يعني ما في لزوم تكوني عم تختلفي باكلك عن الايام العاديه. يعني الصبح اذا عم تعملي تمارين اول شيء بدك تصحي تفطري وجبه عاديه تحتوي على النشويات، على البروتينات وعلى الخضار، بس ها هي وجبتك. يعني ممكن تاخدي القهوه بتاعتك عادي، ممكن تشربي كوب شاي، ما في مشكله ابدا، بس افضل طبعا النشويات يكونوا قمحه كامله حتى تكوني عم تاخدي الالياف، وحتى تكون هالوجبه عم بتشبعك اكثر وتقدري تروحي تعملي رياضه تبعك انت ومرتاحه. وجبه البروتينات ممكن تكون اي نوع جبنه، اكيد افضل تكون قليله الدسم، والخضار خيار، طماطم، جرجير،
كل انواع الخضار فيك تاخديها بالكميه اللي انت بدك اياها، وبعد وجبه التمرين بدك تاخدي وجبه حصه فواكه اللي هي عاده نحن بنفطر بعد ساعتين او ثلاثه بناخد سناك بسيط، ممكن تاخدي حصه فواكه خاصه انه الفواكه غنيه بالبوتاسيوم بالمعادن اللي انت بتكوني خسرتيها لما عملت رياضة. ممكن تاخدي برتقال، ممكن تكون تاخدي تفاح، ممكن تاخدي أي نوع فواكه موجود عندك ما في مشكلة. ممكن مع حصة الفواكه تاخدي كوب زبادي، كمان تاخدي يعني حصة بروتينات، تاخدي الكالسيوم عادي، يعني ما في نمط معين إنك تمشي عليه لأنك عم تعني تمارينات عادية الأيروبكس اللي كلنا نحن مطلوب منا نعملها بحياتنا اليومية. فمش مثل لما نكون عم نرفع عم نحمل أوزان ونرفع حديد هيك بيكون يمكن شوي الاكل ممكن يتغير، انما لما نكون عم نعمل ايروبكس عادي تمارين عادي لمده ساعه او ساعه ونص هيدا الشيء بخلينا نفطر، يعني نفطر عادي ومن بعد الرياضه ناخذ حصه فواكه صغيره. رح اخذ بعد سؤال، ايه السناك مروه عم تسالني، ايه السناك اللي اقدر اخده ويكون حلو مش حادق؟ السناك يا مروه يعني الوجبه الخفيفه اللي هي بناخذها بين الوجبات، في كتير احتمالات يعني رح اذكر منهم كم احتمال. ممكن تاخدي فواكه مثل ما كنت بعدني عم بقول لايمي، اي حصه فواكه ممكن تاخديها، ولما نقول حصه فواكه بدنا ننتبه على الكميات، كل انواع الفواكه مسموحه، ما في نوع معين بتخن اكثر من الثاني اذا عرفنا ناخذ الكميات الصح. يعني هلا عم بقول انا انه كوب رمان هو حصه فواكه، تفاحه هي حصه فواكه، مانجا صغيره هي حصه الفواكه، و12 حبه عنب هن حصه فواكه. فيك تاخدي مانجا، فيك تاخدي رمان، فيك تاخدي تفاح، فيك تاخدي موز الحجم الوسط، طبعا مش الموز الكبيره لانه بتصير حصتين فواكه. مش هيك بنقول انه في ناس بتقول انه لا الموز بتخن، اكيد بتخن اذا كانت الموزه كبيره لانه صرنا عم ناخذ حصتين فواكه. طبعا مش رح نكتفي بموزه واحده بالنهار، رح نصير عم ناخذ موزه وتفاحه، يطلع قدامنا عنب بناخذ هيك، اذا جمعناهم مع بعضهم كل هالحصص الفواكه اكيد حنتخن ونقول انه مثلا الموز بتخن. بس هو اذا نحن اخذنا هيدي الموزه الوسط الحجم وسط بالنهار، رجعنا اكلنا حصه فواكه ثانيه وانتبهنا على الكميه، الفواكه مش حتتخننا وحيكون كثير منيح انه ناكل بهيدي الطريقه. لكن كنت عم بقول لك حصه فواكه ممكن تكون سناك حلو، اي نوع من المهلبيه اللي معموله بشكل صحي اللي انا حضرتها بالبرنامج، ان كان مهلبيه بطاطس، ان كان الهلبيه باللبن، اي نوع معمول بشكل صحي بحليب او بلبن خالي الدسم ممكن يكون كمان وجبه مسكره وسناك صحي. اي نوع من الكيك اللي انا عم حضرهم كمان اللي عم نعملهم مع بعض قطعه صغيره فيه يكون فيه يشكل كمان سناك حلو صحي. ممكن تحطي زبادي مع الفاكهه كمان، ممكن تاخدي المكسرات تحطي مع المكسرات زبيب لانه الزبيب طعمه مسكر، ممكن تاخدي فواكه مجففه، المشمش القراصيا كمان ممكن ناخد 3 أو 4 حبات بشكل حصه فواكه وبكون طعمه مسكر وبشبعه كثير لانه فيهم الياف غذائيه. ففيك يا مروة كمان إذا عبالك تكون في عندك احتمالات أكتر ترجع تشوف الحلقات على صفحة يوتيوب، تشوف الفيديوهات كلهم وتاخدي أفكار تانية عن أي أنواع حلويات ممكن تكون مسكرة وبنفس الوقت قليلة السعرات الحرارية. خلونا هلأ ناخد بريك صغير وبنرجع لنكمل آخر فقرة من حلقة.